طيب عايز اسالك سؤال، تعالي اقعدي ولا هتعملي حاجات؟ عايز اسالك سؤال دلوقتي، الاطفال يعني، عايز بس لان انا جه في دماغي دلوقتي موضوع الاطفال غير رمضان، لازم يعملوا الحاجات دي ولا لا؟ هو ايه اهميه المرونه الاول للجسم؟ المرونه بتساعد في الحريه بتاعت حركه الجسم عامه، فمهم من سن صغير بس ملوش دعوه قوي بالسن، يعني ممكن الواحد يكون عنده 20 30 80 سنة عادي جدا ويخش في المرونة ويعرف يجيب تحسن فيكمل فيها. وانا اشجع كده قوي عشان الواحد لما يكبر في السن ما يبقاش عنده ظهره وعامل كده مقتب.